حال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة الراقي الشرعي الذي ضبط بحوزته مجموعة من الفيديوهات الجنسية على أنظار المحكمة الابتدائية ببركان، حيث أمر وكيل الملك بذات المدينة بإيداعه بالسجن بعد متابعته بالنصب والاحتيال والاغتصاب والعلاقة الجنسية الغير الشرعية وحيازة صور مخلة بالحياء وإحالته على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث في هذه النازلة المثيرة. وحسب ما كشف عنه مصدر جد مقرب من البحث، فإن التحقيق مع المتهم بيّن أن المعني كان يعمل ببلجيكا، فقرر لأسباب خاصة العودة إلى المغرب منذ سنة، واختار بركان للاستقرار بها، فاقتنى شقة ولضمان مدخول مالي يحقق به ثروة كبيرة في ظرف وجيز، قرر احتراف الرقية الشرعية حيث قام بهذه المغامرة رغم أنه غير حافظ لكتاب الله، وهذا ما اتضح للضابط القضائية خلال التحقيق معه. واستغل المتهم زيارة نساء من بركان والمدن المجاورة طلبا للعلاج من أمراض روحانية في أغراض بعيدة عن العلاج، حيث كان يستغل اختلاءه بزبوناته. يشار أن الفيديوهات الجنسية للراقي البركاني التي انتشرت في كل من المواقع الاجتماعية وتطبيق الواتساب والمواقع الإباحية قد تسببت في خلق عدة مشاكل عائلية لتلك الضحايا. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.